شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحة يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانية واحدة، أنا آسف بس أرد على التليفون. ألو؟ أيوة. لا ما هو الخبير جه من شوية وما لقانيش وهيجيلي تاني، وهو خد القطعة وإن شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضه هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايه يا رانيا، ما احنا ما قدامناش غير كده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. بقى انا عايز افهم يعني في ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك ان ليا عليها شيك بمئة ألف جنيه مقبول الدفع. ايوه، مع حضرتك انا عايز اعرف يعني المئة ألف جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عباره عن ايه؟ عادل بيه، انا صياد، والصيد علمني ان كل سمكه وليها طعمها. طبعا، وكل هبله وليها عذرها. ايوه، وكل سمكه وليها شوكتها يا عادل بيه.